مدعمه باجهزات متطوره لمراقبه سهوله وتردد حركه المرور وحمايه المستعملين قريبا وحمايه كافه النقاط الاستعداديه الاخرى 10:55 للاستفزاز او التبكي. مكافحة الإرهاب وشن حركة الأشخاص الجد قديم في إطار مكافحة التجمع كل اختصاص عنده الخبير اختصاص المصاعد 17 طائرة اختصاص دائرة المصاعد دائرة التعارف الوطني دائرة السيارات دائرة علم السهوم دائرة السيكون السوقي هنا هذه 17 دائرة بها بلي لابوتي هنا نخدم هنا نظمت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني حملة تحسيسية إعلامية للتجنيد من أجل تعريف بكافة الشروط للشباب الراغب بالانخراط بالمؤسسة، كما تم بالمناسبة تنظيم عدة ورشات للتعريف بمهام الدرك الوطني وكذلك الإمكانيات والوسائل المتاحة. بالنسبة لهذه الحملة التحسيسية كانت الانطلاقة بداية من تاريخ 4 جوان 2023 إلى غاية 8 جوان 2023 عبر عدة نقاط، كما تعد فرصة لتعريف الشباب الراغب بالانخراط بهذه المؤسسة من خلال كافة الفئات المتاحة. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.